طبعا اليوم نحن في محطات لعالي الجود نقدم ونستعرض أهم وأبرز الأساليب المبتكرة في تحفيز الطلاب للقراءة. وبما أننا نحن في دولة السعادة فنحن نحاول من خلال تطبيق تلك الاستراتيجيات أن نطفي جو من السعادة على طلابنا في ممارسة تلك الاستراتيجيات. هدف هذا الملتقى هو استقطاب أكبر عدد ممكن من المدرسين لتبادل الخبرات من خلال معلمين متميزين ومبدعين. تم تطبيق استراتيجيتين، استراتيجية المعرفة، متاهة المعرفة، واستراتيجية داخل وخارج الدائرة. من خلال تطبيق هذه الاستراتيجيات بشكل يومي بشكل دوري، قدرات الطلاب عندنا طلاب ذوي قدرات عالية يستجيبوا لهذه الاستراتيجيات من خلال التطبيق اليومي والمعتاد، مواكبتهم للتقدم العلمي، وضع استراتيجيات تعليمية متطورة تتناسب مع قدراتهم العقلية. كما نادى رئيس دولتنا بهذا العام عام الخير في مقولته: الخير كلمة رأيناها وسمعناها وعايشناها في زايد رحمه الله. انتهجت الجود العام الثاني على التوالي على إبراز دور الطالب على أنه محور العملية التعليمية، يمتلك مهارات القرن 21، وليكون طالب الجود مبدعاً ومبتكراً متطوعاً لخدمة إمارات الخير والسعادة.